عرفني ان انت مره اتخانقت او اتخانق معاك حسن الامام في بدايه حياتك. مش اتخانق يعني، هو استاذ حسن لما كنا بنعمل كروان له شفايف بيحب يرقص البطل. يعني ايه بيحب يرقصه بالعصا؟ انا ما كنتش اعرف كتير. بالعصايه. فكان انا عنا بلبنان بقولوا ادبك ادبك دبكي. كلمه رقص عنا عيب، رقص الراجل عيب يعني. الرقص للست مش للراجل. الست ترقص والراجل يدبك. عارفه الدبكه. فسجلنا اغنيه طرب اللي هو لزكريا احمد بالفيلم يا حلاوه الدنيا يا حلاوه. الله. وسهير على المسرح كانت بالتابلو اللي بنصور فيه، وانا اول مشهد لي عايزه ادخل زي ما دخلت عند حضرتك كده. وانا داخل اقول يا حلاوه الدنيا، فهو عايزني ايه ارقص وانا داخل. فانا دخلت انا جوايا فريد الاطرش وعبد الحليم والرزانة يعني. فدخلت اكشن، يلا اكشن. فداخل ومليان البلاتو، مش معود حد يصرخ فيا انا، مش متعودين. فداخل بقول يا حلاوه الدنيا، قال لي يا ابني ارقص. ايه ده ارقص؟ فما ردتش عليه، افتكرت مش ليا انا، كملت ستوب وقفت. كان طريقته هو يعني. وكتير من المخرجين بعدين اتعودت عليهم بالتصوير بقوا مش طبيعيين. يعني في نيرف فقال لي انت لازم ترقص، لان انا ما بعرفش ارقص، انا بعرف ادبك. قال لي لازم ترقص. ارقص ايه يا استاذ؟ انا مش عارف ارقص. فقعدنا انت بالنسبه لك فكره اللي هو الرقص الستاتي انا افتكرت الرقص ده يعني مش عارف ايه. تاني عيني عايز يرقصني بالعصا بطريقه زي ما عمل مع حسين فهمي. فبعدين ندى لحسين الله يرحمه ابنه، قال له تعالى يا حسين وريه المشهد. فعمل المشهد قدامي استاذ حسن حسين، قلت له مش هرقص. ارقص مش هرقص قلت له. فكملت الاغنيه زي ما انا عايز وعملت مشهد تاني وسبت الفيلم ومشيت. دي اول مره اقول في سكوب معاكي كده الحكايه. زعلت ازاي بيصرخ فيا، ما خدتهاش بالطريقه الفنيه او بالحب اللي هو عايز يشوفني بطريقه زي ما عامل مع حسين فهمي يعني رقصني بالعصا فانا ما تقبلتش ان كلمه ارقص ويشخط فيا قدام الناس والكومبارس انت صغير ان انت يعني لا انا مش جاي اتهزق يعني. وكنت صغير يعني. وسبت الفيلم، فضبيت الشنطه وكنت ماضي ثلاث افلام بقول لك مع سيد طنطاوي الله يرحمه. احنا هنقضيها كلها الله يرحمه ونقرا الفاتحه دلوقتي وخلاص. لا طب وبعد كده واتصالحتوا بعد كده ولا؟ اكيد اكيد. لا اكيد اكيد عملت يعني. قابلته تاني واعتذرت لما فهمت السينما وفهمت الجو. انا جاي من زي ما تقولي جاي من الريف. طب وانت رحت قلت لهم بقى ايه هناك في بيروت انت جاي بقى تمثل؟ قلت لهم اتخانقت معاه ما هو ده حصل كله في نفس اليوم. انا بعديها مشيت، بس قبل ما امشي نزلت عنده المكتب لما عرفت خلاص الموضوع واعتذرت ومشيت. يعني ده اللي حصل. مشيت ورجعت بقى سنة 80 عملت من يطفئ النار. وانزل جميل على الساحه وعملنا ايه العظمه والاغاني الحلوه وربنا فتحها معايا على مستوى. بشكر ربي وده فضل لوجودي في مصر الحبيبه والملحنين الكبار اللي اشتغلت معاهم زي ما قلت لك. يعني انت بدايتك في السينما كانت متعثره بسبب ان انت يعني ما حسيتش مش متعثره تجاريا، انت متعثره لو صبرت شويه يمكن ان انت ما كنت كملت ثلاث افلام ايامها ايام لسه بدايتي. لكن ربنا عوضني لما نزلت سوريا عملت ثلاث افلام كبار تقريبا. كنت بقى بتغني يا حلاوه الدنيا يا حلاوه ازاي؟ بالفيلم؟ لا دلوقتي. بحبها قوي، كنت ادخل فيها على المسرح على طول. والله بعد ما سجلتها باستديو نصر في الهرم. كان انت كنت ساكن هنا في مصر فين؟ في المهندسين؟ انت السنين دي كلها في المهندسين. المهندسين. تحيه للمهندسين كلهم. ودلوقتي في عين السخنة برضه تحية لعين السخنة. دلوقتي في عين السخنة. طب ماشي. يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا عيني يا 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 ليل يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة حلاوتها لما تصفاري انا وانتم واللي في بالي حلاوتها لما تصفاري
محبوبي والباقي كله يهتوى. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة لو يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة لو يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة لو يا حلاوة. وما دام الدنيا ما يشتيني وما دام الدنيا ما دايما وقيامة على العالم قايمة ومدى الدنيا مانيش دايما ومدى الدنيا مانيش دايما وقيامة على العالم قايمة. حلوها وافرحوا فيها والطايب والأنس يجمعكم أخوان لعداوة ولا رداوة. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة لو يا حلاوة. تصريح كنت بتقول انه يعني 60% من المطربين اللي موجودين دلوقتي عايزين البوليس يقبض عليهم يعني محتاج. لا مش الايام هي انا عايز اقول صراحه وكلام صريح نحن بقى لنا كام سنه عم نسمع اصوات جميله جدا. انا قلت ده قبل في مده لما حاول يعني ناخد احمد جمال مثلا احييه ونزقف له زقفه. انت بتحب احمد جمال قوي. صوت راقي وحلو. محمد عساف صوت حلو. والشباب اللي طلعوا عندنا في بيروت كمان معين وملحم زين وائل جسار صوت حلو وجميل. عارفه انا كنت بتكلم على الفتره فاكره منى قبليها جت فتره اصوات كده يغنوا نشاز فتره اصوات سنوات عجاف كده في يعني الاصوات في فتره مرقت قبل ما يطلع البرامج هاي اي حد كان ممكن يغني اوتوتيون ومش عارف ايه ونشاز ولسه مش عايز اذكر اسم موجودين لا ولسه اللي بينشزوا حقيقي انما يعني. في اصوات طغت هلا في اصوات حلوه ما فيش الحان حلوه للاسف. لا بس هو الموضوع الهندسه الصوتيه اللي بقت متقدمه جدا بقت مفيده جدا لانصاف المواهب ما في شك. والحقيقه ظالمه للمواهب الحقيقيه ما في شك. لكن في الحمد لله اصوات طاغيه يعني لما ناخد وليد تنفيذ انت عارف انه في ناس بيسموهم يعني اللي هم ميجا ستارز وبتاع وصوتهم لمؤاخذه بتتكلمي عن نسوان؟ النسوان الستات الستات عفوا في اصوات مش لازم تغني انما انا اصوات رجاليه انا مبسوط. في اصوات حلوه في اصوات بس تايهه يعني تلاقي واحد مشهور وموجود لانه هي المشكله فين؟ لما بنغني اغاني لغيرنا احنا بناخد نجاح غيرنا على طول. يعني لما تغني اغنيه لعبد الحليم انت او اغنيه زي مثلا اللي قلتهم توأم كلتهم الاغاني هي عندها جمهورها. مين ما غناها الناس هتسقف. هي الصعوبه فين؟ لما اجي انا بقى اعمل اغنيه ليا انا بقى بصوتي بلوني بادائي هل هقدر احقق نفس النجاح اللي حققته باغاني بليغ او باغاني ام كلثوم او عبد الحليم؟ انما اي حد يغني عبد الحليم موجود في قلوبنا واللحن حافظينه فمنزقف. هي الصعوبه اللي بيحصل معاهم بعد ما بيطلعوا نجوم هي وبيسموهم ستار على طول. دي مشكله. كلمه نجم دي لازم يقولوا صاعد على طول. النجم الصاعد عشان البخاري بيضرب في دماغه وبيقول لك انا نجم النجوم مش محتاج حاجه بقى الناس بتسقف لي. لا انت دلوقتي باصعب مرحله. انت بعد ما غنيت لعبد الحليم وام كلثوم والناس هاي انت اخذت نجاحهم وفي مطربين نجحوا وبقوا مطربين عشان غنوا الالحان دي بالحفلات مش عايز اذكر اساميهم وبقوا نجوم. ليه؟ الحان جميله الحان حلوه. انا لما عملت احباب توع هذيك السيدي ده لقيت نفسي بغني بطريقه حلوه اكتر. ليه؟ الحان حلوه الحان معروفه اي حد يغني لحم. انما الصعوبه فين؟ هتبهاتي لي اغنيه ليهم. سي دي كامل للاغاني اللي على مزاج وليد توفيق اللي انا بحبها بتاعتك. اللي انت بتحبها. قعدت تنقيهم ازاي بقى؟ قعدت انا وشيف الاوركسترا اللي عندي فادي وقعدنا نقول ايه اللي بنغنيه بين بعضينا احنا.
فلقينا فيه كميه حلوه فدخلنا. ودي جات لي بعد ما كرمت انا الاستاذ بليغ حمدي في دار الاوبرا، لان اضطريت اني اغني الحاجات هاي اللي عملها بليغ. فلقيت صوتي ولقيتهم حلوين بصوتي، فدخلنا وعملناهم فلقيتهم حلوين بصوتي فعملتهم سي دي، سميته اغاني احببتها. وكان المفروض الاستاذ محسن جابر طبعا المنتج الكبير صاحبي وصديقي انه الالبوم ده ينطرح من سنتين، عملنا عقد مع بعض لانه حبه بطريقه، قال لي ما بشيلوش من السياره لانه في اغاني هو منتجها واغاني عايشنا عليها، دمعه حزن، حاول تفتكرني، العيون السود، يا مالك قلبي، الهوى هوايا. فما قدرش لانه كان في مشكله بالمصنفات. طب تعرف دندن لنا ايه كده على الكنبه الورده؟ حبيبه قلبي. حبيبه انا كنت بدي اوجه تحيه من مصر هنا للجزائر الحبيبه. طبعا كنت مدعو لمهرجان السينما هناك، كنا والمصريين واللبنانيين كنا في المهرجان، وكان على حظنا يوم تكريم ورده في قسطنطينه بلد ورده. وكنا موجودين كان في مهرجان كبير رياض. لتكريمها كرموها مشكورين، لانه لما بيكرموا ورده بيكرموا كل الوطن العربي. انا فكان تكريم جميل، فحضم النهارده صوتي ليهم لانه انا يوميها ما غنيت، كنت ضيف قاعد بستمتع، لكن اليوم انا ههدي كل الجزائر كل الوطن العربي تكريم للسيده الخالده ورده من الحان بليغ. نهوان نهوان وعملت ايه في نسيني عملت ايه وعملت ايه في السنين عملت ايه فرقتنا لا غيرتنا لا ولا غيرت فينا الحنين السنين لا الزمان ولا المكان قدروا يخان حبنا ده يبقى كان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان الزمان. وبحبك والله بحبك والله 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 بحبك أنت العيون السود بحبك أنت عارف ما أنت عارف قد إيه حلوة وجميلة العيون بحبك والله بحبك أدي أغاني الصبر بحبك وانت عارف قلنا ايه فيها كل ليلة قال معانا في سهرنا يا حبيبي بحبك
والله بحبك والله 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 بحبك أدي أمان الصبر بحبك وانت عارف قلنا ايه فيها كل دي المعانا في سهرنا يا حبيبي بحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد اللي فات من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك قد اللي فات من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك وشوف قد ايه شوف قد ايه بحبك في عينيا دي البوسه في العين تفرق ايه اللي انت تغنيه دي حاجه تانية فقلت له انا لو هغنيها زيك الناس هتضربني ادي الرمال في الصحاري ادي البحار قلبي شاري ادي العيون السمارة ما اقدرش اداري واخبي قالك ايه في عبده دي بالنسبه لنا وبالنسبه للوطن العربي كانوا يجوا بالطيارات عشان يشوفوها بترقص الفن لوعه ونار ان كنت لا تدري بدري